مساء الخير. أبو الشعراء فؤاد حداد بيقول: من صغر سني على أرضك حبيت حبيت حبيت، وكنت أتمنى أعمل بنا وابني البيت، وفي ضيك العالي من أول ندى لبيت، زي القصب والسنبلة والعيدان شبيت، يا مصر وعشقت فيكي الدنيا والأيام، فجر وضحى ومغربية وليل يزيدني هيام، وعشقت معنى الكلام يهديني أسرارك، وطرح نخلك عشقته وقلب جمارك، يا مصر يلي سمارك شمسي وفريقي، جمعت قلبي وكنت في قلبي وفريقي، فرقت قلبي ونابك كل تفريقي، واحلف بروح العطش لما السواقي تدور، وبالعيون اللي ما يشبعش منها النور، انا كل دقة في قلبي ادانت فرضك، اصل الكرامة ترابك والشرف عرضك. السلام الجمهوري. زي النهاردة من 60 سنة، يوم 2 فبراير سنة 61، في حديقة الأزبكية الست أم كلثوم غنت لنا من روائع العظيم رياض السنباطي اللي هنحتفي بيه النهاردة. لسه فاكر الأغنية دي؟ مش أول مرة تتغنى في اليوم ده بالمناسبة، 2 فبراير نفس النهاردة. هي اتغنت قبل كده، يوم اول مره اتغنت كان 7 يناير سنه 1960 كويس، اتغنت 12 مره على مدار كذا سنه. يعني دي الاغنيه دي بيأرخوا لها انها عملت لغت، حتى بيقولوا في الستينيات انها لما طلعت اللي باقي استخبى من اغانيها. برضو هنسمعها النهارده من الاستاذ محمد مصطفى. والنهارده يوم غير عادي، ليه؟ احنا تملي بنحب نحتفل بذكرى الميلاد، لكن الست ام كلثوم للاسف رحلت عن عالمنا، عن دنيتنا، رحلت جسديا يوم 3 فبراير 75، يعني زي بكره. فالنهارده احتفال مختلف بام كلثوم، هنسمعها كتير وان شاء الله تنبسطوا. ودلوقتي نسمع رائعه السنباطي اللي من كلمات العظيم عبد الفتاح مصطفى بأنامل العازف العبقري محمد مصطفى: لسه فاكر قلبي يدي لك أمان. Thank you.
شكرا، احسنت يا فندم.